يقول السائل: ما حكم تعلم علم المقامات في القرآن الكريم ليتعلم كيفية النزول والإدغامات حسب هذه المقامات؟ مقامات هذه من أحداث الصوفية، هذا مذهب صوفي ولا يجعل في القرآن الكريم، يتلى القرآن ويقرأ القرآن كما أنزل على الوجه الصحيح، ولا يمدد ويمرقط ويقطع، لا، تلاوة متوسطة، تلاوة متوسطة مجودة سالمة من اللحن والتلحين